الو. الو، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ باسل. ايش؟ نعم استاذ، نعم. كيف احوالكم؟ كيف صحتكم؟ كلنا جيدين الحمد لله. سيد رئيس الاتحاد معايا هنا. اي. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ عبد الخالق، شلونك؟ والله زين بخير دولة رئيس الوزراء، انت شلونك اخبارك؟ شلون استعداداتكم هاليوم؟ دولة رئيس الوزراء على استعدادات جيدة للمنتخب، مثل ما قدموا إن شاء الله يكملوا، مثل ما قدموا في مباراة إيران سيقدموا في مباراة البحرين، أكثر لأن مباراة البحرين أهمية أكثر، ثلاث نقاط محصول نصعد إلى دور النهائيات، دور الثالث. إن شاء الله إن شاء الله. أهم من مباراة إيران إن شاء الله نفرح. إن شاء الله. إن شاء الله موفقين دائما ورفعة رأس، والشعب العراقي كل معاكم، وأنا في جلسة مجلس الوزراء والسادة الوزراء والسيدة الوزيرة أيضا، كلهم يتمنوا لكم النجاح والتفوق ودائما رفعة العراق وارتفاع علمه وارتفاع اسمه. إن شاء الله، إن شاء الله كل اللاعبين تعطى أسلوب لكم وتعياتنا لكل جميع سادة الوزراء. أنتم تمثلون العراق بأعلى مستوياته، وإن شاء الله فائزين ناجحين منتصرين وتأدون أداء ممتاز كما أديتوا في السابق، وإن شاء الله ترتفعون. لا لا إن شاء الله. وترتفع دولة رئيس الوزراء أعلى كلها تحت أصول ظن الشعب. إن شاء الله. وإن شاء الله يقدمون ليفرحون اللاعبين والكادر التدريبي. تحياتي لكل المعالي الوزراء وكابتن المنتخب علاء عطزارة أيضا يريد يتكلم مع جناب. اعطيني اياه. السلام عليكم. عليكم السلام كابتن، كيف الاحوال؟ شلونك؟ كم هدف راح تجيب لنا اليوم؟ والله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الفوز ان شاء الله، وموفقين، والله يسدد الله يسدد ضربتكم. كل الشعب العراقي يقف معاكم متحمس، وبلغ كل الاخوه اللاعبين وتقبل لنا اياهم، وان شاء الله نتلقى الاخبار الساعه 4 ساعات. هم اللاعبين كلهم يسلمون عليك. الله يسلمهم وينتظرون دعمكم ان شاء الله. يعني احنا المنتخب الوطني انت تعرف هو فرحة الشعب العراقي. ان شاء الله ان شاء الله ننتظر الدعم ان شاء الله. يعني ان شاء الله هواي. ان شاء الله تفرغوا الان عندكم محاضره، فتره راحه، فرغوا ذهنكم الى المباراه، استعدوا لها، جيبوا النصر وكل شيء بسيط. ان شاء الله ان شاء الله موفقين. ان شاء الله موفقين موفقين. الله يعزك ويحفظكم. تحياتنا للجميع. تحياتنا. في أمان الله. تحيات. في أمان الله. في أمان الله. في أمان الله.